في البطوله العربيه شربوا معهم في الكوب دافريك. صحيح صحيح. سامي نحن نسالك على نقطه البارح بيلمو معناتها ما عادش عندنا جمهور نتاع المنتخب تقريبا. عملت شويه دوره في المقاهي الناس كل حتى ماتش اسبانيا وماتش فرنسا حتى في فيسبوك بعد الماتش تحس الناس كل تحكي على ماتش اسبانيا وفرنسا. جمهور تقريبا فقدنا ما عادش عندنا جمهور منتخب في تونس. لا هو ما بيناتنا كما كلمتنيش انت البارح قلت لي باش تجي ما كنتش نتفرج في مباراه تونس وموريتانيا. لا معناتها بكل صراحه ما كنتش نتفرج في المباراه. معناتها يلزم واحد يكون مازوشيست باش يفلت ماتش فرنسا واسبانيا ويتفرج في تونس وموريتانيا. معناتها الانسان اللي يحب الكوره حتى كان هذيك المهنه نتاعو. لكن انت فكرتني في المهنه نتاعي كلمتني دونك وتعرف 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 شنو الاس ام اس اللي بعثته لك عم تلطا انا في الزوز ولا تليفون جوست حبيت نقول حاجه. هو معناتها الامبريسيون اللي كانت عندنا البارح انه الفريق الوطني التونسي والمدرب الوطني التونسي يلعبوا في ماتش اميكال كل التشكيله الاساسيه والتغييرات والريتم وكل شيء وكانه ماتش اميكال الور كو معناتها المباراه نتاع البارح مباراه مصيريه للترشح في معناتها وتخرج الاولاني من المجموعه هذه. ثم ملاحظه ثانيه ممكن معناتها مسعودي وجابر معناتها يكونوا معناتها موافقين معايا. تكلمتم انتم مع الفريق الموريتاني. فريق الموريتاني البارح سيتي لادفيرسير ايديال المنافس المثالي. خلانا نلعبوا تكتيكمون ماهوش معناتها فريق قوي. ما ثماش كريغور تكتيك ما ثماش الماركاج ما ثماش فريق لعب وخلك تلعب وقت لعبوا وخلك تلعب وانت عندك في المستوى نتاع اللاعبين اللي عندنا لاعبين كي اون دو بون بيي سخيريا دو بون بيي سليتيا دو بون بيي بغيرا دو بون بيي سيسيا دو بون بيي جزيري. معناتها من المفروض انه مباراه البارح نربحوا 3-4 بكل اريحيه. الوهم ربحناش. شوف المساج اللي يعطيه المدرب الوطني ولا اي مدرب للاعبين نتاعو وكانه اعطاه مساج انا اليوم مش نجرب سيدي باش نغير وباش واحد وكل. دونك هبطوا اللاعبين في المونتاليتي هذيك. ما ثماش ما تعاركوش على الكره ما ضربوش على الكره خسروا برشا ديوال ضد فريق قلت لك اللي انديفيديوالمون وكوليكتيفمون ما كانش يقلق بكل. معناتها يشيخ واحد معاهم كره هما يلعبوا حلين اللعب واحنا اون افي لا بوسيبيليتي بالملاعبيه اللي عندنا وبالامكانيات اللي نقول عليهم انا متواضع الفريق الوطني. كنا المباراه نتاع البارح كنا نربحوها. جوست حبيت نعمل انا رمارك على خزري مش مضروب. خزري من معناتها الملاعبيه اللي يحكموا في الفريق الوطني كيما مساكني كل قالوا خويا مباراه مش مهمه برشا ما تلعبنيش تيتولير. انا عندي سانت اتيان ليكيب نتاعي اون ديفيكولتي و هذه معلومه ولا تتصور انت؟ عاد كان واحد 40 سنه كوره ما يفهمش الحاجه هذه. تضحك مسعود انت كان ما يفهمش الحكايه هذه معناتها يمشي يبدل حاجه اخرى يمشي يعمل شطاح ما حبش يلعب بيان. قال للمدرب نتاعو انا ما تلعبنيش انا عندي شامبيونان وعندي سانت اتيان اون ديفيكولتي وعندي واحد وكل. دونك ولو انه هو الماتش اللي فات في مع موريتانيا معناها خرج ما كملش الماتش خرج مضروب. باش نحكي لك انا شوف توا خرج مضروب كان هبط البارح معناتها ماهوش مضروب كان هبطوا البارح. ينجمش يجازف بلاعب مضروب ينجمش يجازف بلاعب معناتها كادر في ليكيب ناسيونال وليكيب نتاعو سانت اتيان معناتها اون غروس ديفيكولتي. دونك يختار ماتشات والخزري بيان سور. شوف هذه نعاودوها ونسكروها. شوف هذه حكايه الأشياء الخفية غير خفية بالنسبة للصحفيين اللي صايرة في الفريق الوطني. شكون يهبط الفورماسيون وشكون يعيط لليستا وشكون يحكم وشكون ما يحكمش من جوارات من واحد وكل. دونك شيء هذا أنا شخصيا يقلقني أكثر وقت تجي مباراة كما البارح على بورتي. وإلا كان خذا القرارات ما نقولوش القرارات الضرورية القرارات المعقولة سيليكسيونور ناسيونال راهو ربحنا المباراة هذه وراهو تطويت الحكاية هذه. الماتش زي ضد غينيا جرب اللي تحب وعايت لشكون تحب يا سيدي ما تعيطش للمجموعة هذيك كل مشي هز مجموعة أخرى كان أنت تحب تجرب. دونك فوالا ثم شوف
مش نقاط استفهام. انا عندي الاجوبه، لكن بالنسبه اللي يشوف من برا، اللي يشوف من برا ثم العديد نقاط من الاستفهام، والى يومنا هذا، الى يومنا هذا ما عندناش الاجوبه. خلاص لك انت يا عربي، كنت لاعب قبل ولعبت حتى في المنتخب في وقت من الاوقات، ينجم اللاعب معناه يقول لي ما نلعبش؟ قول الحق. لا عربي قول الحق. هي تصير تصير زلات تصير بون. اسمع ما 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 بعدوش لبعيد في الصيف، في اللي صاروا في الصيف المنتخب التونسي لعب كلكم ماتش ميكون يعني مباريات، وفهم اربعه ولا ثلاثه من لعبيه روحوا. صحيح بيهم فيهم الخزري وفيهم فرجاني كيف يوسف مساكني فيهم فرجاني، فوصلت بوليتيك معنا وحكيت عليها انتم كصحفيين وقلت معنا ومش مضروبين وسيور متاكدين وكذا وكذا، وخرج الناخب الوطني قال وقال مصابين. شكون عمل اوتوريزاسيون ولا فهمت؟ بالرغم 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 من من انف الناخب الوطني شكون خذاها القرار هذاك؟ اي حاجه خطيره، خاصه انه بعد نقاوم المنتخب كانوا ما صار حتى شيء. لا يتعاودوا دي كومبورتمون يتعاودوا، سمحت تولي حتى اسلام. انت كملاعب تشوف صاحبك هكاك تولي حتى انت مع الشاين يلعب كيف كيف. راهو شوف راهو يا دي فوا يبدا ملاعب عنده بليسيور صغيره، ينجم يكون الناخب الوطني يخاف عليه يقول لك انا نخمم في الماتشات الجايه، انه كان لعب مباراه هذه ممكن يتضربط ولا اصابه نتاع شهر وشهرين ونخسروا الناس كل. ينجم يكون بار اكزامبل وهبي هو معنا يمشي يحكي مع لونترينور نورمال يقول له راه انا ما نحس في روحي متقلق ما تلعبنيش، راه حدا كان باش هبطني راه ما تلقانيش حاضر 100% ولا دونك شوف حد اخر. شنو هي تهديد يا اخي معناها؟ لا لا عاديه 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 اسلام، نجم انا نكون ملاعبي معنا ما ظهري يوجع فيا ولا عندي بروبليم مسكولير، دونك نعلم الكوتش ونعلم الستاف ميديكال وهما بعد يقرروا يحبوا يلعبوني ما يلعبونيش. هنا شو يصير في قضيه هنا ديما الاغلبيه نتاع لي بليسور نتاع ملاعبي انا ملاعبي مش متقلق شويه راه ديما 80% ما يلعبوش. وفما اللي يهربوا من يعرفوا مش يلعبوا يعرفوا كان يهبط تشولير راه مش يأدي الواجب نتاعو وقتها يولي اللوم على ستاف ميديكال وعلى ستاف تكنيك. خلاص لك فما اللي يهربوا من سانتيتيك ما يحبوش يلعبوا فوقه. فما عادي عادي فما ملعبيه اليوم كان تهبط تلعب في سانتيتيك عندها دي بروبليم في ظهرها ممكن في ليزارتيكولاسيون في الشوفي في الركيب، دونك هذه حاجه عاديه فهمت. اما انه ملاعب معناها ما يكون عنده حتى شيء وما يلعبش وانا يقول يختار الماتشات هنا سي غراف، انه عندك اكسكيوز نتاع بليسور نتاع 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 تيران يقلقك نتاع انك تلعب تنجم تنصاب وتولي تطول اكثر المده، هنا نمشي معك ما يسالش. اما انه ما عندك حتى شيء وتتخاذل او ما تحبش تلعب هنا دونك تولي خايبه ومش باهي للناخب ومش باهي الناس كل، دونك نتصور انا تصير عاديه ما انهم لاعبي يحس روحهم متقلق. شو هذه فوق فهم لاعبي راهو سلام يجي عنده مشكله حتى في عائلته يقول له راه يقول ما تعملش علي انا ماني جاهز اليوم راه ما عندي حتى شيء مانيش مصاب ذهني ماني جاهز، دونك سريع في الفوتبول. اما نتصور انا وهبي عنده كاركتير اللي هبط اي هي ما تنساش هذول اللي هبط هبط ينجم ينجم هبط الجمله كجا مصاب راه ما هبطوش كجا مصاب يقعد في تونس. هاني نقول لك احنا نعرفوا كيفاش معناها تتعدى الامور وكيفاش معناها يصير كجا مصاب وهبي الخزري راه يقعد في تونس وما يمشيش يعمل ديبلاسمون نتاع 5 اور الوغ كو مش باش يلعب باش يولي له تعب زايد ويولي له معناها فوتيك معناها على بعضه، دونك يولي يقعد في تونس ولا يمشي يداوي في سانتيتين ولا يقعد سانتيتين يقعد بالضبط فهمت. دونك انا نتصور معناها شوية تكتيك ما في حد شيء فهمت. وفي النقطة نتاع الخزري والجزيري برشا كلام عليهم الزوز، معناها هل الخزري معناتها في البوست هذيك معناتها برشا كلام انه ما يستحقش يكون غادي معناها ماهيش بوست نتاعو ديما مع اصرار كبير انه يكون في البوست هذيك. والله شوف لو كان باش تحكي على شوية اليوم عندك سليتي على اليسار عندك ادروات نجم تلعب عندك برشا سامي عندك يوسف، دونك تقعد المكان الشاغر اللي هو اللي راس حربه تقعد بين الجزيري والخزري، دونك بوريفيتي المشاكل انا نقول بوريفيتي المشاكل نحكيو مع كارتر تابل وهبي لو كان ما يلعبش يعمل برشا مشاكل في المنتخب. شوف اسمعني وهبي كان ما يلعبش راهو يعمل برشا مشاكل رغم اللي هو فالورسيور وراهو يعطي كي يبدا في افضل حالاتهم افضل لاعبين، اما وهبي كان تخمم باش تحطه معنا سور لو بون ولا تخمم ما تلعبوش ولا تعطيه ولا تنقصه من القيمه نتاعو راهو الافكتيف راهو الاجواء في الفستيار تولي خايبه برشا. انا جوست حبيت نعمل ملاحظه فنيه كان تسمحوا لي. خزري لعب اوكازيونيلمون بالضرورة سواء في بوردو سواء في سانتيتيان سواء وقت مشى لانجلترا لعب مرات اوكازيونيلمون لعب اونطون لعب مونتا. قوة الخزري سي ان جوور اكسبلوزيف سي ان جوور كي ا دلا تكنيك عنده لو تير
قوة خزري على اليسار ولا على اليمين هو اسانسيلمون يلعب على اليسار معناتها على اليمين اسانسيلمون لو رول اللي تشار فيه واللي 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 تألق فيه هو على اليمين. بون انت ما عندكش بون سنتر ولا حبيت معناتها جات ضروره معناتها تكتيكيه ولا ضروره عن مع لابون سنتر تاعك ما يلعبش ولا ما عندكش بون سنتر تلعبوا هكاكا لكن ما تنجمش تثبتوا في ما تنجمش تثبتوا في وقت تثبتوا وقت تثبتوا في المكان هذاك فنيا تخسر 80% من الخزري. زين باش نحكيوا على مركز قلب الهجوم باش نجيك انت تعلق خاصه قبلك حكيت على الجزيره وكيف